أسعد الله مساءكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا الحوار الذي يبدأ من الآن ويستمر حتى المنتصف. أي حكومة حتى تقف على مكامن نجاحها أو فشلها، أي حكومة حتى تقيمها أنها صالحة ونافعة ومؤهلة لإدارة مرحلة تضاف إلى المرحلة التي تديرها، بمعنى يجدد لها الثقة في لاحق السنوات، ببساطة جدا من خلال البرنامج الحكومي. كل الحكومات العراقية من 2005 وحتى حكومة 2018 كان لها برامج سياسية يتحدث عنها رئيس الوزراء في جلسة التصويت، ولكن الجميع يعلم والواقع يتحدث بأن كل هذه البرامج الحكومية كانت حبرا على ورق، وبالتالي وصل البلد إلى ما وصل إليه من يعني فساد، من انعدام الخدمات، من يعني أزمات أمنية كبرى دخلها البلد، ولا زال يحصد نتائج هذا الفشل، الفشل الحكومي في تطبيق البرنامج الحكومي. وبالتالي اليوم حكومة السيد عادل عبد المهدي أيضا عندها برنامج حكومي وتحاول أن تمشي على السكة الصح، ولكن ما هي المعوقات، ما هي المخاطر، وما هي التحديات التي تقف أمام تنفيذ برنامج حكومي أيضا عليه ملاحظات اللي هي العمومية؟ ربما الملاحظات هي عدم نجاح إكمال الكابينة الوزارية وحتى هذه اللحظة. فنناقش هذا الموضوع مع ضيوف هذه الليلة مشاهدينا الكرام، ولكن بعد أن نتابع تقرير عطيل جفال. بعد أن خلصت انتخابات 2018 بكل هوستها وصناديقها، بينت النتائج النهائية التعادل بين كتلتين الفتح وسائرون والانقسام بين بقية الكتل الصغيرة، وهو اللي خلى مهمة تشكيل الحكومة من خلال كتلة أكبر أمر شبه مستحيل، ولأن الشارع كان محتقن جدا على العملية السياسية ما كان أكو حل عند الكتل إلا الذهاب باتجاه تكليف رئيس حكومة تسوية، سياسي نجح بكل الملفات اللي دارها بالدولة، سياسي عند برنامج حكومي طموح يقدر ينهض بالبلد، سياسي خارج انتخابات ومعمعتها وغير منتمي لأي جهة، والأهم من هذا سياسي يحظى بعلاقات طيبة مع الكل وما عنده أي إشكال مع أحد. وهذا السياسي كان عادل عبد المهدي اللي اشترط مقابل موافقته أن يكون إلى حرية اختيار كابينته الوزارية، والكتل وافقت. بس اللي يبين من اختيار المرشحين للوزارات ونغمة حرية الاختيار تحولت إلى نغمة الاستحقاقات، وجلسة التصويت على الوزراء انتهت ب 14 وزير بس وتأجلت البقية، ومنها أربع وزارات لحد هسه ما توافقت الكتل عليها. يعني بعد هذه الفرة الطويلة والعريضة رجعنا للمربع الأول، هذا المصطلح اللي السياسيين يموتون عليه وداعت عنق الزجاجة وانتم ما محلفيني. وبرنامج عبد المهدي الحكومي الطموح ما نقدر نقول انه مدى يمشي، بس مكتف، والحكومة بسبب الأداء البرلماني والخلافات السياسية الدق دوانز، وهذا الحكي كله والصيف الصدق بعده ما مبين. والناس تسأل التنسيق بين الحكومة والبرلمان اللي صار على الموازنة استمر بالملفات الباقية، والكتل شوك توصل التوافق على الوزارات البقية، وبرنامج عبد المهدي الحكومي وين صار، وقرارات مجلس الوزراء شلون ده تتنفذ، وشلون راح يكسب عبد المهدي الشرعية الكاملة والقوة المجلس مكافحة الفساد. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، أرحب بضيوف هذه الحلقة عنوانها البرنامج الحكومي سقف الطموحات ومعوقات التنفيذ، الأستاذ شيروان الدبرداني عضو مجلس النواب. أهلا بحضرتك أستاذ شيروان. أستاذ حسن البهادلي حياك الله القيادي في تحالف نصر، والأستاذ سعران الأعاجيبي عضو مجلس النواب عن سائرون، حياك الله. يا حياكم الله وأهلا وسهلا. أستاذ سعران، يعني الحديث الآن عن البرنامج الحكومي، يعني الناس آمنت بأنه هو عبارة عن قضية إنشائية، عبارة عن قضية بروتوكولية، لكن تنفيذه
بمشكلة بسبب تراكم مشاكل الحكومات السابقة. فيا ترى يعني السيد عادل عبد المهدي قادر على تحويل هذا الكلام من نصوص إنشائية وبروتوكولية إلى واقع عملي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، رمضان كريم عليكم والجميع. الله يبارك عليك. تحية إليك وللضيوف الكرام ولجمهوركم الكريم. أهلا وسهلا. يعني بصراحة البرنامج الحكومي تعرف هو نسخة مستنسخة من البرامج السابقة للحكومات السابقة. هاي مو خوش بداية. لا هاي الحقيقة. يعني كانت يعني شغلتي مضبوطة اللي قلتها بالمقدمة. لا أكيد أكيد. ومع ذلك احنا قبلنا بهذا البرنامج وصوتنا عليه، ويا ريت يتحقق. ما اريد كل البرنامج يتحقق، وانما لو يتحقق لنا اي جزء بسيط هم احنا افضل من لا شيء. يعني لان تعرف البلد مر بظروف صعبه بالفترات السابقه، ويصعب على اي رئيس وزراء ان يحقق البرنامج الحكومي اللي وعد به او صوت عليه مجلس النواب. لكن الان الوضع تقريبا افضل بالنسبه للسيد عادل عبد المهدي. واحنا بصراحه نعطيه فتره. ليس من المعقول انه تقيم شخص من خلال عمله في شهر او شهرين، وحتى السنه احيانا لا تكفي في ظل هاي الظروف الصعبه اللي يعيشها البلد والتناقضات السياسيه وحتى المنطقه. يعني انا سياسيا اتفق وياك استاذ ساره، لكن الناس ما راح ترضى بهذا الحكي. اكيد كل احنا ما راضين، حتى الناس ما ترضى، لكن هو هذا الواقع. شئت يعني ما الان أبيت. يقعد انتظر عليك بعد كل هذه السنوات وكل هذه المليارات ولا تقدر تعالج فساد ولا تحارب فاسد ولا تقدم واحد العدالة ولا تعيد العراق إلى وضع الطبيعي وتريد أصبر سنة نوم سنتين؟ دكتور هو أكيد أنا ما أريد أخذ الوقت إلي، يعني الأخوان أيضا لازم يشاركونا بهذا الموضوع. هذا شو واقع حال ما تقدر أنت تغيره في ليلة وضحاها. البرنامج الحكومي هو لأربع سنوات، إحنا ممكن بالبداية قلنا أنه نعطيهم فترة سنة، وحتى السنة أنا في قناعتي الشخصية السنة لا تفي بهالموضوع هذا، لأنه سلم أنطينا السنة حتى نشوف يعني العمل على واقع الحال اللي نعيشه، هاي التناقضات اللي تعيشها، الوضع السياسي، الوضع الأمني، الوضع مربك بالعراق حقيقة. يعني ما أريد أقول لك أنه حققنا شيء من البرنامج الحكومي، كل الناس ستعرف. يعني قد تكون البداية شوية أفضل من بداية السنوات السابقة، لكن نتأمل أنه على المدى القريب إن شاء الله من السنة الثانية والسنة الثالثة، لأن هذا البرنامج الحكومي راد لأربع سنوات، فممكن نعطيهم سنة لأن على ما يستقر الوضع بالنسبة للحكومة تكمل الحكومة. أكيد تتحملون، يعني عفوا خلي أكون صريح وياك بتحميلك المسؤولية نيابة عن، يعني خلينا أتحدث بلغة الناس، سائرون والفتح هم اللي سموا السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء، وبالتالي إخفاق السيد عادل عبد المهدي بسببكم ونجاح سيد عادل عبد المهدي بسببكم. احنا داعمين بصراحة، احنا داعمين للحكومة بما نستطيع، وممكن ان نعطيهم، لكن مو معنى داعمين انه نسكت على فشل. الفشل ما يحد يقبل. انت مو تخوفتني لما قلت لي احنا يعني نعطي سنة ثانية. لا يعني هو انا اقول لك البرنامج الحكومي، لا البرنامج الحكومي اربع سنوات، اربع سنوات مصوت عليه كاربع سنوات. اما كعمل احنا انطيناهم سنة. اي اريد خطوة، اريد تقدم حتى لو بطيء. نعم مشكلة. هو هسه يعني افضل من السابق، رغم انه كثير من النقاط ما بدا بها الرجل، لانه تعرف الوضع ما هو الكابينة الوزارية اول مشكلة ومعضلة لحد الان ما كملت، وهو هم جزء من هذا الموضوع يتحمله، واللي يتحملونه بصراحة هم السادة رؤساء الكتل والسيد رئيس الوزراء، وعلى رأسهم سائرون. سائر أنا لا يعني أستثني أحد. ترى كل الكتل السياسية. ترى جلد الذات مهم. دكتور عزيزي إحنا أنا متأكد إنه الخلل، صدقني هسه الأخ عضو مجلس نواب يا أستاذ شروان، واسأل أي عضو مجلس نواب، إحنا إذا ما ينحسم الموضوع أسماء المرشحين من قبل السادة رؤساء الكتل والسيد رئيس الوزراء وتطرح الأسماء على قبة البرلمان، وفي حينها السادة شلون سادة بس صرح الناس. يعني أنا شنو أقصد لما يقول لك يا أخي هذا النواب سولفوبيا على وسائل الإعلام، يقول لك السيد عادل عبد المهدي يجيب أسماء يباوع عليها الأستاذ نصر الربيعي. ما أعرف هذا الحكي مبالغ به صحيح مو صحيح، ما متأكد، كل يقال لكن هو صحيح، لكن يعني يقول لك يأشر لي يقول عوف هذا الموضوع. لا هاي شوف كانت هاي بالتصويت، هذا التصويت يكون غير صحيح لأنه هذا معيب. يعني دكتور عزيزي أنت إعلامي وتعرف هذا الإعلام، يعني مو كل يقال به هو صحيح. نعم. اتهموا الأستاذ نصر أنه بالجلسة الأولى أنه أشر وصارت زوبة عليها وانتهت الموضوع، في حين إحنا نتكلم وصوتنا وانتهى الموضوع. إحنا نتكلم عن الوزارات المتبقية.
إذا ما تحسم هاي الترشيحات من قبل الكتل والسيد رئيس الوزراء ثم تطرح الأسماء علينا إحنا كأعضاء مجلس النواب ونشوف هذول يصلحون أو جيد. ما يصلحون نصوت أو ما نصوت. جيد. هذا البطء. ليس البطء. بس أريد أضيف لك بس جزئية بسيطة حتى يسمعنا المشاهد يعني. ليس من المعقول إنه إحنا 54 نائب أو بالنصر أو بالإصلاح بالإصلاح أو لا حتى على مستوى الكتل يعني أو الفتح أو أي كتلة أخرى أو المحور يجي كلهم يروحون يتفاوضون. هذا ما معقول. إحنا بالنسبة لنا إن عندنا وفد تفاوضي، الفتح عندهم وفد، الإصلاح والبناء أيضا كل جهة لها وفد يفاوض. فإحنا بالنسبة كأعضاء مجلس النواب 300 ما معقولة كل إحنا نروح نفاوض، إحنا مخولين الناس يروحون يتفاوضون ويكملوننا ويجيبوننا الأسماء إلى مجلس النواب والسيرة الذاتية وراح إحنا عاد من حقنا إنه نصوت أو ما نصوت، لكن ما لم تطرح الأسماء لحد هذه اللحظة. جيد. حتى لا آخر من البطء أستاذ اللي أشار إلى الأستاذ سعران في تنفيذ البرنامج الحكومي، يعني إحنا كنا نتصور لما نعرض البرنامج الحكومي وقرأ بأنه فعلا كما أشيع السيد عادل عبد المهدي مطلق اليد في التعامل مع الوزراء وخياراته وتحديد مشكلات البلد، ورئيس الوزراء هو المسؤول التنفيذ الأول في الدولة، لكن تبين بأن هذا الحكي أيضا للاستهلاك الإعلامي. سيد رئيس الوزراء البرنامج الحكومي ممكن هو كتبه لكن ما راح يقدر ينفذه بكيفه. الباب الأول من هذا الجزئية هو قضية بأنه هو ما قدر يختار رؤساء بأريحية وكل واحد جاب ربعه، فيعني من يتحمل مسؤولية الآن؟ يعني عندي طرفين، رئيس وزراء وقوى سياسية، خاصة رئيس الوزراء مستقل ما منتمي إلى 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 أي طرف، لكن أريد يعني شخص أو جهة أحملها مسؤولية هذا البطء أو التلكؤ فيما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، رمضان كريم عليكم الضيوف الأعزاء وكذلك على مشاهديكم الأكارم. حياك. حقيقة موضوع المنهاج الحكومي أو ما جاء به السيد رئيس الوزراء في مجلس النواب في ذلك اليوم وطرحه مسؤول تنفيذي يتحمله سيد رئيس الوزراء، الكتل السياسية ما لها شغلة في تنفيذ المنهاج الحكومي. زي أمور رقابية؟ لا لا، حسن يجي المنهاج الحكومي مسؤولية السيد رئيس الوزراء، يجي يقسم منهاج الحكومة على 4 سنوات. احنا ما نجي اليوم نقدر نحمل السيد رئيس الوزراء منهاج لأربع سنوات بسنة واحدة، نجي نشيك على السنة الأولى إيش قد أنجز من المنهاج الحكومي خلال السنة الأولى، راضين نمضي، ما قابلين لها ما راح نمضي. الكتل السياسية كل ما تكون قريبة على رئيس الوزراء كل ما يكون أداء رئيس الوزراء بتنفيذ منهاج الحكومة يكون أفضل. ما تصير خلافات خارج قبة البرلمان مثل ما أشار السيد النائب أنه تجينا أسماء كتل رؤساء الكتل السياسية يقعدون يجيبون حكومة لحدها ما مكتملة. فمن نجي الآن إحنا نشيك على رئيس الوزراء خلال السنة هاي أو الستة سبعة أشهر اللي مضت، شو نشيك عليه؟ بحكومة متبقية؟ عندنا 4 وزارات غير منجزة غير كاملة، وأهم وزارتين هسه بغض النظر عن الأهم، بس إحنا نعتبرهم كلهن أهميات، كلهن يدخلن في صلب خدمة المواطن. فبالتالي شلون نجي نشيك عليه؟ نشيك عليه على 18 وزارة مثلاً و4 وزارات مكاملة؟ يقول لك مو هذا اللي يسمعك، شو يقول لك أستاذ حسن؟ يقول لك رئيس وزراء ما يقدر يكمل كابينة الوزارية، راح يقدر يسوي برنامج حكومي؟ هاي المشكلة وين؟ خارج موضوع المنهاج الحكومي، مشكلة إكمال الكابينة تتحمل الكتل السياسية بالإضافة إلى السيد رئيس الوزراء. السيد رئيس الوزراء يعني أعطي الحرية الكاملة، يعني سائرون قالوا له روح شكل حكومة وجيب لنا أسماء، مو سيادة النائب هذا بالإعلام والله ما عنده كل شيء. الرجل رئيس وزراء ما يقدر يقدم اسم واحد، ما يقدر يقدم اسم واحد لما الكتل السياسية. إحنا النواب عبارة عن منو؟ عن كتل سياسية اللي إذا تتفق في اسمه للرئيس الوزراء. أنتم مو 320 واحد تتفقون، الاتفاق يتم خارج مجلس النواب. تجي طبخة كاملة هذا السياق منتدى في كل ثم توزع السيفيات داخل. إذا يعرض أي شخص، أي شخص يعرض بدون توافق سياسي ما رح يصوت، ما رح يحصل. لكن أنا اللي أقوله أنه السيد رئيس الوزراء هنا يعني يبدأ كيف يعمل السيد رئيس الوزراء مع الكتل. إذا كانت الكتل السياسية مختلفة يكون هو يقدر يقرب من وجهات نظره، ولا ما يكون هو حالة يعني جامدة ينظر إلى هذا ويأخذ الحلول من الكتل. لا، هو رئيس سلطة تنفيذية، هو المعنى الأول. الآن الشعب يقول السيد عادل عبد المهدي هو الذي لم يستطيع إكمال حكومته، ما تقول الكتل السياسي. هو هنا تبدأ يعني يبدأ العقل الجمعي التشاركي مع الكتل السياسي الأخرى بإكمال الكابينة، ولا هو ما يبقى هو ينتظر. الكتل السياسية مختلفة لحد الآن. سيادة النائب يقول لم تقدم الأسماء، فعلا لم تقدم الأسماء.
إلا متى نبقى لم تقدم اسمه. أين فاعلية السيد رئيس الوزراء؟ هنا تكمن، هنا يبدأ هو يقرب وجهات النظر، يوجد آلية جديدة، يوجد تفاهم جديد، يوجد صيغة جديدة، وبالتالي يجب أن نخرج من هذا المأزق، ولا إحنا إذا نبقى على هالوضع هذا تم 4 سنوات مو؟ وبالتالي لن نكمل الفصل الربع الأول من المنهاج الحكومي خلال السنة الأولى. إحنا نجي نشيك ترى البرنامج الحكومي بس مو بس برقبة رئيس الوزراء، تعرف ليش أستاذ؟ لأنه في بعض الأحيان رئيس الوزراء يحتاج إلى تشريعات حتى ينفذ البرنامج الحكومي. هو عنده شيء يحتاج للتشريع وما دزل مجلس النواب وما شرع كامل الوزاري منين جاي؟ ترى الموازنة لو ما توقيتات كان ما تمشي. نعم هنا انحرج. لو كان عندنا رصد تشوف ايضا بالاسماء حرج، يعني جزئيه بسيطه حرج. يعني احنا في البدايه قلنا تشكيل الحكومه جاءت هي ليست جاءت من كتله اكبر، خلافات على الكتله الاكبر، وبالتالي راحوا على موضوع التوافق وانهوا الموضوع ماشي اوكي. لكن احنا عندنا تقديم ماده دستوريه، تقديم الحكومه يجب ان تكون كامله، ما قال مجزئه، ويصوت على وزير وزير. مجلس النواب يقرا سيفياتهم خلال اقل من اسبوع، وبالتالي من حق مجلس النواب والله يصوت. لما حتى ناقشت موضوع السيفيات طلعت حتى السيفيات ما واصلت، لا خلال ساعتين يعني احد الاخوان قال خلال ساعتين يعني متاخره. نعم جت متاخره اي يعني قالوا ساعتين او يوم طلعنا عليها قبل التصويت نفس اليوم، نفس يعني اليوم عرضه العصر نزلت على جروب وبعد ساعات. فبالتالي حتى ما عندنا الاخوان يعني في مجلس النواب يعني ما عندهم الوقت الكافي لتحليل هذه السيفيات وابداء الراي. وحتى لو ابداء الراي انا اعتقد السبب؟ انه قد مضت هي الاغلب هو اللي يحكم وبالتالي تبقى هذه الجدليه قائمه. ما حسيتك كل عام وانت بخير طبعا مبارك على جنابك، ما حسيتك يعني قابل بكل يعني ما طرح من الاستاذ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، رمضان كريم عليكم وزملائنا على سادتنا وعلى قناه الثلوجه والمشاهدين الكرام. طبعا انا اختلف مع الاساتذه جيد، لان احنا الان الكتل السياسيه هي سبب كل ما يجري في العراق، وحتى في تأخير الكابينة الوزارية، حتى في البرنامج الحكومي. يعني دولة رئيس الوزراء مجلس الوزراء دكتور عادل عبد المهدي مكبل اليدين وقبل الكتل السياسية. يعني اليوم احنا من حتى لو تحرك يعني ما معقول دولة رئيس الوزراء ما يتحرك على الكتل السياسية، هناك أسماء كثيرة جدا تم رفعي من قبل دولة رئيس الوزراء إلى المسالة وعدالة وإلى الجهات المعنية بتقديم إلى البرلمان. لكن بعد أن تأتي المعلومات أو بعد أن تصل الكتب الرسمية خلال ساعات وأيام هناك اختلاف أيضا ما بين الكتل السياسية برفض المرشح اللي تم إرساله ويعود مرة ثانية بإرسال طلب آخر وأسماء. المشكلة ليس عند دكتور عادل عبد المهدي، يعني أمانة يعني المشكلة عندنا نحن ككتل سياسية. زين يصير نستخدم البرلمان ونقاطعك؟ أي أكيد أكيد بس بهاي الجزئية. لو أني رئيس وزراء يعني نقطة نظام وثق هاي السؤالون بعدة قنوات، أنت تقول لي رئيس الوزراء ما مسؤول؟ لا مسؤول. لو أني رئيس وزراء راح أجيب 4 أسماء أنا أقتنع بهم وخارج الإرادة السادة رؤساء الكتل. اسمح لي خليني أقول لك. نعم راح أجيب الأسماء رؤساء الكتل، يعني ما اتفقتوا أنا مسؤول أمام الله وأمام الشعب أنه أنهي هذا الملف مال الحكومة. هاي 4 أسماء يا مجلس النواب، سيد رئيس مجلس النواب الصوتون ماشي الامور، ما صوتون مسلم عليكم انا هاي استقالة ثمارها. اي هذا احنا هذا احنا لازم يكون احنا حازم. ثقافة الاستقالة ما عندنا بالعراق، احنا مو ليش مو ما عندنا اشجع قرار انا اعتبره هو قرار انت ما قاعد تتعامل مع ديمقراطية متطورة وحديثة هي هاي الديمقراطية وتسير لا استاذ وتسير الامور بسلاسة في تسمية المناصب. دكتور انت تدري التوافقات الاقليمية والدولية هي الحاكمة في تسمية دكتور بس اقول لك مهما تكون والله هي عندها اراده يقدر قادر ان يحقق كل شيء. ولو انت بنفس المكان هسه وانت هسه اسالك انت لو رئيس وزراء ما تتصرف هذا التصرف وتقول هاي الاسماء، يعني انت مسؤول امام الله وامام الشعب اخوي. انت جاي على المنصب، شنو المنصب غير حتى تخدم الناس؟ سيد النائب قدم الاسماء، قبلوا بها مجلس النواب اهلا وسهلا ماشي الامور، ما قبلوا مجلس النواب انا مقدم استقالتي ورايح حتى تجبرهم انه هم يقدمون اسماء. سيد النائب مو احنا هسه حتى من اختلاف الموجود، اختلاف الشيعي الشيعي والسني السني والكردي الكردي على الوزارات المتبقيه، يعني رجل محتار يقدم اسم زيد من الناس يا اخي خلي هو قناعته، انا اقول لك ما له علاقه بقناعه الاخرين. لا مو ما يصير، مو البرلمان مكون من منو؟
مكون هاي الكتل السياسية اللي تتحكم بال. استاذ شروان يعني حتى لا ما وافق البرنامج نعطيتك الحل الثاني. لا ما في حل ثاني دكتور. احنا راح يبقى أسير أكيد وأسير هذا ما يصير. راح نبقى أربع وزارات استاذ. ترى الضرة بمعنى الكتل السياسية لما مراد يعني لما شافت عادل عبد المهدي ما يمشي على هواها فعلت ملفات المساءلة والعدالة. على قولتك أنت الحكومة ما صار ست أشهر من تشكلت استجوابات راجعوا تحضير ملفات وهذا الوزير وهذا جاب قرابته وتسقيط. وبالتالي يعني هو ده يشعر بأنه أكو ضرب تحت الحزام وهو بعده مبادي لا برنامج حكومي ولا حتى مكمل كابينته. لا هو ومنين بدأ يعني حتى الكابينة الوزارية حتى الوزراء الحاليين الموجودين منين جايبهم هو؟ من الكتل السياسية. إذا الكتل السياسية ما يدعمون دكتور عادل عبد المهدي الرجال لا حول ولا قوة. يعني شو يسوي هو إذا الوزراء الموجودين حتى النقص بالكابينة الوزارية؟ إذا إحنا كلنا متفقين على وزارة العدل والأخوة خلينا نسمي التسمية الشيعة متفقين على الداخلية والسنة متفقين على وزارة الدفاع ورجل يومي اجتماعات ولقاءات أخوان جيبونا أسماء جيبون ترشيحات يصل الترشيح إلى أن يصل إلى البرلمان يصير التصويت رأسا أحد الأطراف يرفض نرجع على مربع الأول نقطة صفر. أنا أجي على مثلا نقطة وزارة العدل على سبيل المثال. يعني ليش البارتي واليكتي مدى يتفقون على مرشح وزارة عدل دي يسهلون أمر العادل عبد المهدي؟ هو الـ وزارة العدل كان يعني رؤية رئيس بارزاني أنه إحنا كبارتي أخذنا استحقاقنا بالكامل. نائب رئيس المجلس البرلمان وزارة المالية وزارة الإعمار والإسكان الأخوة في الاتحاد الوطني رئاسة الجمهورية النقاط الانتخابية الاستحقاق خذوه بالكامل الكورد المكون الكردي مو بس بارتي ويكتي هناك شخصيات مستقلة هناك أحزاب أخرى معالم موجودين ما معقولة كل المناصب الموجودة. لا بس هي شبكت هي مو قضية لا هي هذا كان رأي اختارينا اختارينا رئيس بارزان اختار لا قبل كركوك والانتخابات المحلية وتشكيل الحكومة داخل شخصية مستقلة كردية رشحه الرئيس بارزاني وكان توافق عليه من قبل الدكتور عادل عبد المهدي والأخرى في المحورين في الإصلاح والبناء اتفاق كامل لكن الأخوة الاتحاد الوطني وفخامة الرئيس الجمهورية تدخل في الموضوع باتجاه العدل؟ اي باتجاه العدل بداية الترشيحات اللي صاروا اللي صار كسر نصاب والآخر أيضا صارت بخصوص السيد فالح فياض وخي والأخرى في سائر وإلى آخره. فالرجل يا أخوان أنتوا اتفقوا يعني احنا في أحد اجتماعاتنا كنواب محافظة نينوى مع دولة رئيس مجلس الوزراء قلنا احنا محافظة نينوى ما عندنا ولا وزير قلنا كل شيء ما بيدي جيبوا كتل سياسية حتى أنا مشي. رجل يتكلم كل صراحة يعني احنا الكتل السياسية يعني تريد تقول أستاذ حتى يعني أربط الموضوع بالبرنامج الحكومي القوى السياسية لن تسمح لعادل عبد المهدي أن يمضي في برنامج الحكومي إلا بعد أن يسترضيها أو يرضيها. أبد أنا مسؤول على كلامي والكابينة الوزارية إضافة إلى البرنامج الحكومي لدولة رئيس مجلس وزراء مو كشخص عادل عبد المهدي وأي شخص آخر يجي. إذا الكتل السياسية يبقون على هذا الوضع هذا صار 16 سنة مو اليوم البارح يعني بالمناسبة يبقون على هذا النهج وعلى هذا المصالح الحزبية والشخصية فالعراق ما راح يتقدم خطوة واحدة وراح نبقى إحنا إذا عندنا هسه أربع وزارات راح نجي على عندنا مشكلة أخرى ستعند الوكالات 30/6 اللي صوتنا بالموازنة عندنا مشكلة أخرى يوم 30/6 راح تعمق الخلاف إحنا اللي حد هالدقيقة إحنا بعد ما كنا سوينا شيء لحد الآن وحتى القوانين مجلس النواب شرعني حد لنا تشغل طبق البرنامج الحكومي لحد هذه اللحظه هناك تعطيل كامل يعني مو بس تعطيل بالحكومة. يعني انا هسه يعني من جاي تسولف يعني على الاقل اللي درسته بالعلوم السياسيه والنظم والحكومات اريد نظام سياسي على الاقل قرات تجربته في مرحله الدراسه انه القوى السياسيه تعطل البرنامج الحكومي مال رئيس الوزراء المتعلق بخدمات الناس ماكو بس بالعراق. دكتور أنا أؤكد على قوة شخصية رئيس الوزراء مهما تكون الكتل مثل ما ذكر الأستاذ حاول ومرة ومرتين وثلاثة لكنه إلى متى يبقى البلد بهالوضعية هاي إلى متى نبقى إحنا بدون وزراء لو تجيبون وزراء وإلا هاي استقالتي وأني جيبوا غير رئيس وزراء. ليش ما أيضاً ليش ما القوى السياسية أيضا سؤال سعران يعني القوى السياسية ليش ما أعضاء مجلس النواب ليش القوى السياسية مستفادة من هذا الموضوع يا عزيزي لكنه منو متضرر الشعب
منو جابوا؟ جابوا مستقل تكنوقراط، ليش ما جابوا من كتلة سياسية؟ حتى السؤال سيادة المهد قوي، منو جابوا؟ سائرون وفتح كتلة سياسية جابوا، يعني منو جابوا عادل عبد المهدي؟ خلي الناس تسمع، ما جاء مستقل من جبناه غير أنه شخصية مستقلة قوية يفرض وجوده على الواقع السياسي بالعراق. إيه شخصية عادل عبد المهدي معروفة، صاروا سنين، مو اليوم هسه نجي احنا نجي تالي وقت السنة سنتين نجي يقول شخصية عادل عبد المهدي قوية أم ضعيفة؟ مو دكتور، احنا كنا نعرف رجل دكتور. لا انت زين، انت قناعتك السياسي قديم استاذ شروان، بقناعتك الى متى نبقى احنا بدون اربع وزارات؟ الجمهور هذا الناس السؤال ترى يطرح لكم، هو انا الجمهور يسالني الى متى احنا نتحمل مسؤوليه، نقول له قال رئيس الوزراء يتحملون جزء والنصر يتحملون جزء والبناء يتحملون جزء، لن يتحمل اي جزء على اعتبار النصر لم يشارك في هذا. استاذ حسن نرجع مره ثانيه، نرجع مره ثانيه، لا ما يصير تحمل، لا انت جزء من الاصلاح، ماشي انت جزء من الاصلاح لو مو جزء، ماشي شلون نحن في كائتلاف اصلاح راس سائرون كتحالف اصلاح قدمنا الى تحالف الاصلاح، مو بس انت موجود سائرون 54 احنا ما يعني صوت النص زائد واحد بس سائرون، بالعكس الاصلاح كلهم وياه. والله اذا انتم ما ترضون على احد ما يمشي الا الدنيا تمشي، يعني انا اقول لك لهم ثقلهم ما يخالف داخل الاصلاح سلمنا بانه السيد عادل عبد المهدي يذهب بفضائه ويروح يجيب وزراء، ولم نقدم له ولم نشترك بالحكومة أصلا، مصوتين داعمين له، لكن نبقى متأخرين بفترة معينكم على الدرجات الخاصة. هذا استحقاق، هذا الإعلام، هذا الإعلام صحيح، لكن بالواقع استحقاق دولة ندخل في بناء دولة، في بناء مؤسسات دولة، إلا أننا لن نكون جزء من هذه الحكومة حقيقة. يعني هذا الاجتماع الأخير مع السيد رئيس الائتلاف، هو رجل بالمعارضة ورجل الإخوان في سارون نفس الشيء، نفس ترى حتى سارون نفس العملية، رجل بالمعارضة ورجل بالحكومة. لا 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 ما لا 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 الحكومة لا 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 في إدارة الدولة، لو شارك في إدارة الدولة لن لا 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 نتفسر بناء دولة. لا لا شوف شوف استاذ الله يخليك، تفسير التفسير وتعريف المعارضة والموالاة واضح جدا، بس يعني كسرت عنق النص، مو لويت عنق النص زين. شلون استاذ لو تقعد بمعارضة لو تروح تشارك بالحكومة؟ بالحكومة واحد من اثنين. لا لا ما تشارك بالحكومة، مو والله اريد اشارك في بناء الدولة ما ترى يا دكتور، مؤسسات الدولة غير الحكومة. لا لا احنا دولة غير الحكومة، هاي حكومة، هاي حكومة دكتور، مدير عام حكومة، رئيس وزراء حكومة. لا 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 دكتور دكتور الاخوان، احنا الاخوان اكو التوجه اللي تفضل به استاذ حسن انه احنا نؤمن هناك دولة عميقة في الحكومة العراقية، نريد احنا هذه الدولة العميقة اللي مسيطرة صار له سنين انه يرجع التوازن. منو 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 يرجع التوازن؟ منو يدير الدولة العميقة؟ يرجع التوازن في مؤسسة الدولة، في مؤسسة من اللي راح اجيك راح اجيك يحسب الدعوة، يحسب الدعوة. احنا نريد يرجع ايضا، انا لست مدافع عن حسب الدعوة، لا لا هو رئيس الوزراء السابق، كل الكتل السياسية اشتركت بالدولة. لا استاذ حسن احنا نحكي على رؤساء حتى الكل مجلس الوزراء، الوزراء السابقين كلهم كانوا من حزب الدعوة. شنو أكثر من حزب الدعوة؟ شنو كلهم رؤساء الوزراء؟ أي من حزب الدعوة كان. وما هو رئيس الوزراء إلا هو أضعف حلقة موجودة في إدارة الشؤون. لا أضعف شلون؟ حلقة المسؤول التنفيذي الأول. مسؤول التنفيذي الأول. الله يخليك. أشوف الدستور. الدستور. هو رجل أول. كله بالتصويت. تغير. الحكومة مالتي. لا ما يخالف. الأكاديمية تغيرة ما يصير. دكتور تعرفوا جيداً إنه في حكومة. رئيس الوزراء القائد عام القوات المسلحة. حتى عدل المهدي الآن. المناصب الوكالة كلها في مجلس الوزراء إلا بالتصويت. ما يخالف بس هو دكتور، هو رجل أول تحمل المسؤولية، هو المهندس، هو مهندس صحيح، لا هو قائد ثابتة ثابتة تاريخية، حزب الدعوة حكم العراق، حكم العراق، لن يحكم حزب الدعوة العراق. لا ما يخالف ثلاث دورات مشارك في الحكم. لا من السر رئيس وزراء انت الحاكم، انت الحاكم خلاص. شوف بقى احنا هسه احنا عد ما نتكلم عن رئيس وزراء ونقول رئيس وزراء بصلاحيات واسعه بالدستور، مو هالشيء موجود عندنا. اذهب الى وشوف يقدر يمر القانون في مجلس الوزراء؟ ما يقدر الا بالتصويت. لا كثير قرارات يقدر، عنده صلاحيه كامله قاعد عن قوه المسلحه. استاذ حسن انت سويت رئيس وزراء بالعراق، هيك سويته موظف مو رئيس وزراء. والله العراق كله بيده. لا روح شوف القرارات كيف تمر في مجلس الوزراء. انا اتكلم، انت راح تقول لي تصويت يا استاذ نظام داخلي،
نفوذ وقوه وصفقات وتوافقات. تبقى هنا شخصيه رئيس الوزراء يقدر يفرض وجوده وهو القائد الاول والاخير والمسؤول امام الله سبحانه وتعالى وامام الشعب. تيجي تقول الوزراء هم كلهم يعملون بامرته صح، لان الدوله العميقه استاذ من الاجحاف ستقف أمام رئيس الوزراء في تنفيذ برنامج الحكومي، وبالتالي يقول لك كل هذا التأخير والتعطيل في إكمال الكابينة الوزارية وتنفيذ البرنامج الحكومي أنه الناس خايفة على الدرجات الخاصة اللي هي الدولة العميقة. نحن ما نقول في النص، نقول نريد أن ندخل إلى هذه الدولة العميقة ونفككها على اعتبار النص ما كان عندنا إحنا أحد. أيوه الآن حقنا ندخل، احنا لكن لن ترشح الى وزير انما الدرجات الخاصه من حقنا نرشح عليه. هو مو بس النصر او الاسبوع، احنا الكل كتل السياسيه. حتى اليوم احنا اذا نجي على مكون الكردي، نجي هسه على بغداد، ايش عندنا تمثيل هسه في بغداد؟ هسه ايش عندنا تمثيل؟ احنا في المؤسسات الفضل بجنابك والدرجات ما شاء الله الدرجات الخاصه احنا حتى رئيس اركان الجيش كان بابك الزيباري جنرال مال حصه البارتي. اكثر المناصب اللي موجوده اللي كان التوازن اللي موجود حتى اخواننا السنه، وين التوازن اللي موجود؟ يعني على مستوى الشيعي والكردي والسني ما ظل توازن في مؤسسات العراق في بغداد في الحكومه الموجوده. يعني ذهبت في اتجاه واحد، احنا اكثرها ذهبت اتجاه واحد اللي هسه لما تدار بالوكاله. نعم بالوكاله اتجاه من هسه متحايلوا على الدستور. مشكله يا دكتور، متحايلوا على الدستور يا استاذ حسن. ذهب بالوكاله يا استاذ، متحايلوا على الدستور. النواب ما يمرر له، هو خليه يجلس اسمع. ليش ما يمرر؟ ليش ما يمرر؟ شو يسوي؟ عين بالوكاله غير شو يسوي؟ يبتلي تبقى المؤسسه فارغه. لا 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 لا، يقدر يمرر رئيس مؤسسه، يقدر يمرر درجه خاصه. شوف الدوله النخبه شو يسوي العاد؟ كله مجلس النواب، كله من جهة واحدة. وقاعدين اكثر من ثمان سنوات قاعدين في مناصب بالوكاله. نعم. هسه انا اتوقع 30/6 اذا طبق هذا القانون حتى ما يطلعون. ما اعتقد يعني اشار السيد النائب لانه الموضوع احنا عندنا حكومه غير مكتمله. 30/6 احنا وين 30/6 ما ظلنا. انا تعرف وين اريد يعني اكد على نقطه، بان مبدا المحاصصه لا زال موجود، مبدا تقاسم النفوذ لا زال موجود، وبالتالي وتبقى. من الصعوبة أو أوصل إلى مرحلة الحلم بأن البرنامج الحكومي سينفذ، سيرى النور. والله لو مو سنة وسنتين، يجوز حتى 4 سنوات تخلص وماكش. يعني إذا كانت المحاصصة موجودة أكيد هذا عسانا مبالغ، يعني عسانا مخطئين، يكون تعطيل هذا أكيد للبرنامج الحكومي، لأنه ما أذى البلد ودمر العراق حقيقة غير الأحزاب والمحاصصات. وهاي حصتك وهاي حصتي. أنا دائماً أتكلم وأقول أنا مثلاً ابن السماوة. نعم. روح جيب لي محافظ كردي بس أو مسيحي أو من يزيدي أو كان من يكون، المهم عراقي أصيل شريف عنده مهنية وعنده نزهة وعنده خبرة. إحنا إذا تخلصنا من هالحالة هاي راح نبني بلد. أما أنه الكردي بس بقليم كردستان والسني فقط عند السنة والشيعي ما يطلع للمناطق الغربية، وشنو المشكلة أجيب بعد من البصرة يصير محافظ نينوي غير انتخابات؟ مو أنا أقول لك العراق ما دام بقى بهالنوعية هاي إحنا ما نبحث الدستور، ما نبحث عن الشخصيات الكفوءة، نبحث عن المحاصصة، عن المناطقية، عن العشائرية. وصلت هذا أساس دمار البلد. ليش هسه الآن أستاذ المحاصصة وين تحولت؟ قبل كانت محاصصة مكونات سني شيعي كردي صح ولا لا؟ اختلفت كتل سياسية بيوت هسه أفضل يعني سياسي. المحاصصة تقريبا أفضل بدل ما صارت أكثر تعقيدا. يعني إذا يسمع الأستاذ شيروان، يعني هسه إحنا نقول هاي الدورة يعني بصراحة مو لأن إحنا بيها بس هي أفضل. ليش؟ لأنه الكرد أصبحوا بالإصلاح وبالبناء، السنة بالإصلاح وبالبناء، الشيعة إصلاح وبناء. فإذا كل جهة هي الجهتين هاي. أكو رأي أكثر من مرة سمعته يقول لك لما كانت هذا شيء أنا أعتبره شيء جيد، لما كانت المحاصصة بدرجة عالية من الوضوح سني أفضل كردي أفضل شيعي أفضل. كان حالة التوافق ممكن تحصلها، حالة الاتفاق ممكن تحصلها حتى بمعناها السلبي، بس لكن الآن حالة سلبية وكان يعمل مجرد لحزبه لازم ترضي أكثر من طرف به لأنه كلهم فاعلين بالعمل السياسي. أنا أعتقد إحنا ضد هذا الموضوع، وإحنا نريد إنه مثل ما ذكرت لك إنه لازم نتخلص من هذا المرض العقيم اللي أذى البلد خلال 15 سنة. وبالعكس هاي خطوة أنا أعتبرها جيدة ونحو الأفضل، إنه تشوف خليط كتلة واحدة هم كرد وسنة وشيعة. هذا ما نبحث عنه بصراحة.
اما انه عمليا حتى عمليا هذا من الناحيه المبدئيه يعني ممكن سياسي ممكن اقبل سياسيا وحتى عمليا سعران انعكاس عمليا على على رئيس الوزراء على اداء الحكومه على برنامجه يعني لو ماكو لحد الان صح؟ الوزير اذا كردي هو يعمل بامره رئيس الوزراء هو المسؤول عنه مو مسؤول عنه الهيئه السياسيه مالته او مسؤول عنه واحنا هذا مثل ما ذكرت انا بالبدايه الحديث انه الحكومه كلها تشكلت بتوافق رئيس الوزراء اجى بتوافق الوزارات مو قطاعيات للقوى السياسيه اكيد حاليا انا اعتقد لا مو مثل الحكومات السابقه بالدليل انه انا قبل يعني شهر ولحد هاللحظه يعني يسالوني انتم سائرون لكم اربع وزارات قلت لهم والله ما اعرف من الوزارات مال سائرون قسم بالله من يقولوا لي من يا وزاره ويا وزاره معناها مو مثل الوزارات السابقه هاي سائرون ماشي لكن والباقي وايضا الباقي نفس الشيء لا الباقي مثل هاي اختيارات رئيس الوزراء ما عدا يعني الاخوان الكرد هم اختاروا الكل يعني بدون استثناء اكد لي هذا هذا قاعد تحكي اكد لي اساسا انا بالنسبه لك اذا معلوماتك انت دقيقه وتعرف الامور الاخرى انا بالنسبه لي ما اعرف صادق وزاراته معروفه البارتي وزاراته معروفه لا لا صح اسمح لي انت كل الوزارات استاذ برهان فهمتني فهمتني غلط مرجعيه الوزير الوزراء مو انا المؤسسه يبقى الوزير لا الوزير منو جابه سياده النائب بس خل اقول لك سياده النائب الوزير منو جابه لا لا اسمح لي اسمح لي قال ما لي دخل بالوزراء كل الكتب السياسيه جابوا الكتب السياسيه جابوه سياده النائب انا افتهمت قصدي لا لا هو فهم انا وضحت له فهم انا اقول لك احنا ان اربع وزارات ما لي علاقه بين الاربع وزارات انت يا رئيس الوزراء جيب اللي يعجبك مو انا فرضت عليك فلان وفلان واذا مفروض عليه خلي يقول مفروض عليه فلان وفلان لا مفروض بعد ايش اكو وزراء ما ليش يقبل وزراء سائرون مفروض ليش يقبل البارتي مفروض منو منو من سائرون قل لي منو لا ما هذا واقع حال موجود احنا لا لا يقول لك سائرون منو جاوب احنا سياده النائب انا اعرف ان مثلا كذا اربع وزارات بس انت منو اذا انت ما منو تعرف منو او اني حافظ بس الوزارات التابع لكتلتي الحزبي والجماعة المحور يعرفون وزراءهم لكن الوزراء الموجودين كابينة عادل عبد المهدي من مكون؟ منين جاي؟ جاي من توافقات سياسية الكتل الفائزة بالانتخابات البرلمانية رشح فلان ورشح فلان حسب استحقاق الانتخابي شوية زاد شوية نقص مو مشكلة صرنا مستقلين شفنا قرار هو يريد يقول انه هو يختار وزارات بس ما افرض اسماء لا 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 هو الرجل ما استلم ما نزل ما أجدس كتاب وزير واحد إلى مجلس النواب إذا ما أجد من كتل سياسية أستاذ شروان كانت الوزارات كلها تشكل من أعضاء مجلس النواب هسه عندنا كفاءة في مجلس النواب ويستحقون أن يكونوا نعم وزارات نعم هذه الدورة غادرة وهي غادرة وهي هذا اللي صح. نقول عليه أنه كانت محصورة فقط للسياسيين هذا السبب التوافق صار بين كتل السياسيين إذا تفرق هاي الدورة تفرق ما جاء هو ما يخالف بس 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 القوة السياسية فارضة. لما ما رشحت نائب من عندها فرضت جاب ابن خالة ابن عمه صاحبه لا كلهم مستقلين تكنقراط والله أكثر من مرة في هذا البرنامج من بداية رمضان حتى هذه الحلقة قالوا ما إجا وزير من قوى سياسية إلا هو موقع على شغلة ما يجي يقول على استقالة وعلى استقالة وأمور كثيرة نسمع يعني نتمنى حقيقة أستاذ ساران ترى إحنا يعني ما نريد نلمع وأيضا ما نريد نصير سوداويين نتمنى هذا كذب نتمنى يعني هاي سوالف حلم وبيها افتراءات على الحكومة نتمنى أنه ما موجودة لكن يا أخي ما حد ينفيها ما يعني حد ينفي بانه اكو صكوك بيضاء وقعت واكو استقالات وقعت واكو التزامات لا بس ما يجوز ان نعمم على الكل قد يكون تحدث مية في كتله معينه ما نريد نعمم على سبيل المثال لو قلنا انه مثلا احد الكتل السياسيه عندها مثلا لنفرض حصه فد وزارتين قال لها مثلا كذا وزاره وكذا وزاره جيبوا لها مرشحين هاي من حصه الكتله المعينه معقولة يجي هذا المرشح على الوزارة إذا ما هناك تزكية من تلك الكتلة عليه؟ لكن تعرف أستاذ حسن أنا شنو أريد أقول؟ أقول ما معقولة المحاصصة الآن ملمحة يعني كانت محاصصة بالاسم إنه تأتي الكتلة الفلانية تأتي باسم وتقدمه الآن لا تقول لك أنا هاي حصتي
واكو اسماء راح تقدم وانت تختار رئيس وزراء. استاذ حسن اكو فرضيه اكو بالتالي يرجع المن الى الكتله السياسيه. الكتله هو يرشح. اذا لن نغادر المحاصصه. لن نغادر. اكو فرضيه يعني اريدك يعني تفسر لي. كان بودنا نذهب الى الفضاء الوطني مثل ما اشار السيد النائب انه انا والله ماكو داعي لو انا سرحت بالفضاء الوطني اجيب لي كردي اخليك على شيء رحت بالفضاء الوطني واحنا قلنا لا يا استاذ حسن خلاص هيك نعبر غير هاي ما نعبر يعني نبقى ندور في دواره المحاصصه والمحاصصه المقيده. انا اسالك سؤال الان ماكو رئيس وزراء يريد يفشل حتى يعني اعود الى النقطه الجوهريه الاساسيه من يتحمل مسؤوليه تعطيل وتاخر و يعني ترهل البرنامج الحكومي في التنفيذ. ماكو رئيس وزراء يريد يفشل. سيد عادل عبد المهدي على يعني على وشك ان يصل 80 يعني مستحيل يجدد حتى رئاسه وزراء بعيدا عن الاتفاقات السياسيه. نعم. عمره لا يسمح ان يجدد رئيس وزراء وبالتالي يريد ينجح. لكن اذا القوى السياسيه تريد فشله فشله انه هي تريد فشله ماكو واحد يقول لك انا اريد افشل احنا في البدايه وبالتالي يعني هل هذا يؤكد قضيه بان هي من تتحمل مسؤوليه تنفيذ البرنامج الحكومي من عدم؟ لا البرنامج الحكومي موضوع ثاني. البرنامج الحكومي يتاثر بمقدار التقارب والابتعاد بين الكتل السياسيه صح، لكن كرئيس وزراء هو عنده الادوات اللازمه للانجاح مشروع. يعني خلينا نعطيك مثال الهبة السياسية والإعلامية للانفتاح على الخارج وانطلاق العراق نحو فضائه العربي والإقليمي، إش قد قوى سياسية كسرت هذا الأساس المهم في داخل البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء؟ صح لو مو صح؟ بس نجح هو لا ما اعتقد ما اولا هو نجح. كم ها العشرات البيانات اللي رحت على الاردن ناس تقول لك تعال السعوديه خلت تدفع ديه ناس تقول لك راح على ايران مو ايران هي المسؤوله. دكتور من حق مجلس النواب اعلى سلطه تشريعيه بالبلد يراقب اداء الحكومه هو الاول السلطه اسمح لكن يعوق اما تجي انه يضيق على رئيس الوزراء ممكن يحرج ما مستفيش يعني مثل ما اعلاميا يحرج. دكتور مثل ما ذكر الاستاذ حسن اكو بعض الملاحظات هي ليس اعاقه للبرنامج الحكومي. يعني مثلا احنا كثير من الاخوان في مجلس النواب صار عندهم لبس بموضوع الاتفاقيه مع الاردن على انه تضر بمصالح البلد وهذا من حقنا احنا نروح نقيم اداء ونشوف نقيم ونشوف لكنه ماكو واحد اجى غير منهجيه جلسه مجلس وزراء استضافه رئيس وزراء اما اطلاق البيانات وفتح الفضائيات على مصراحيها وتسقيط الخطوات من حق اي عضو مجلس النواب ان يعبر عن رايه يعني لأنه يروح يمثل يتورط يروح الايران يتورط مو يتورط ليش متورط هو قلنا له اكو راي يعني للناس هذا احنا شوف ممثلين للشعب احنا لسان الشعب هو من انتخبونا احنا كل واحد يمثل له 100,000 نسمه مثلا او يمثل محافظته او يمثل منطقته نقول هاي الناس احنا تريد من عندنا انه نوصل صوتها يابا انتم رحتوا انطيتوا للاردن هي صوره واضحه انطيتوا هاي الامور شنو مقابل ايش شنو فائده احنا علينا ان نوسع علاقاتنا الخارجيه مع الجميع لكن ليس على حساب الشعب العراقي وبلدنا علينا ان تكون متوازنه انت مدخلتني بهذا المثال حتى اجاوبك على هذا المثال العلاقات الخارجيه اذا تكون متوازنه بحيث بها الفائده انه للطرف الاخر لا بأس بها بس مال على حساب بلدنا لا ما نقبل اكيد نرفض هذا الشيء يعني هو الرجل لحد الان احنا داعمين له وبالدليل انه ما بدا رفض شيء رسمي من عندنا اكو كثير من الامور سياتنا هم عندهم غموض يعني الحكومه عندها غموض في كثير من الامور يعني مثلا في الاتفاقيه الاردنيه هم عندهم غموض لم ياخذوا او لم يطلعوا يعني مثلا مجلس النواب يعني اقل شيء مجلس النواب يجب ان يطلع على هذه الاتفاقيات كل الاتفاقيات اللي تقوم بها الحكومه الاستراتيجية مع الدول الأخرى يجب أن يمضي عليها مجلس النواب تحتاج إلى تصويت هذا مادة دستورية هذا متين عنده اثنين حتى عندنا قضايا أخرى بالأمن يعني عندنا لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب يعني مجلس النواب شنو فائدته إذا مجلس الأمن والدفاع لم تطلع على ما يدور في الأمن اللي يهم البلد بمعنى هناك غموض في موضوع الاتفاق نحن مثل ما أشار السيد على الفساد نذهب نحن مع اي علاقات خارجيه على شرط ان نحقق التوازن طيب. والاستفاده لنا انا حتى ارجع ايضا للبرنامج الحكومي البرنامج الحكومي هو قائم في اساساته على مصالح البلد تحقيق مصلحه البلد مصالح انيه ومصالح استراتيجيه ومصالح متوسطه المدى ايضا في تعريف المصالح وتشخيص المصالح لا يوجد هناك اجماع سياسي على انه مصلحه العراق هي 1 2 3 4 5 ماكو
وبالتالي شلون رئيس وزراء تريده ينفذ برنامج حكومي يحقق به مصالح البلد والقوى السياسية غير متفقة على تعريف هذه المصالح؟ ولا دكتور البرنامج الحكومي تجينا جتنا على البرلمان وقراها الرجل واخذه معه يمكن بعد ما راح يشوفه ولا يقراها الا ان تدير 4 سنوات. احنا لحد الان الحكومه العراقيه وحتى احنا البرلمان معظم بنود الدستور مطبقه صار 16 سنه. احنا سنجي على 1000 مليار اللي دخلت موازنه العراق خلال 16 سنه. تعال جيب لي شارع بغداد وجيب لي بنايه بغداد وجيب لي مستشفى بغداد. احنا هسه اخر شيء دوله رئيس وزراء مجلس الاعلى الفساد. عندنا النزاهه وعندنا المفتشيه وعندنا مجلس النواب وعندنا الورقه الماليه. زين هذا المجلس على شنو؟ زين اني اجي دائره واحده هي اقدم دائره ومعروفه هي ديوان الرقابه الماليه اقويها واعطيها صلاحيه الغي النزاهه الغي مكاتب المفتشيه وعندنا سلطه تشريعيه رقابيه هي البرلمان وما لا يمكن الغائها لان بها نص دستوري. اي احنا الدستور مو مشكله اذا يصير توافق بها بس اني هسه تعدل الدستور شلون اجي هسه احنا كثير نقاط من الدستورات للتعديل لكن احنا يا دكتور لحد هذه اللحظه دكتور عادل عبد المهدي لو جبنا كائن ما يكون مهما يكون امكانيه رئيس الوزراء إذا الكتل السياسية التي الآن تحكم العراق منذ 16 سنة من 2003 إذا ما تغير بنهجها وبرنامجها لا تتوقع أي رئيس وزراء يجي يحقق شيء لهذا البلد. إحنا ما معقولة راح ندخل بعد شهرين ثلاثة سنة من البرلمان تأكد أستاذ سعران على شخصية رئيس الوزراء احنا منين نجيب هو من الكتل السياسية راح تجي من الكتل السياسية احنا بعض الكتل السياسيه ما من مصلحته يجينا رئيس وزراء قوي هذا هم موجود عندنا زين احنا هسه راح بعد اشهر يعني معقوله قوى سياسيه تجيب رئيس وزراء ضعيف حتى يظل تحت سيطرتها اكيد موجوده هذا مصالح حزبيه موجوده هاي تبقى لان احنا هسه اذا السياسي قديم احنا جدد على السياسه احنا 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 نجي هسه الحكم ايه طبعا ترى فعلا ترى هذا الكلام صحيح الكل مضلعين بالسياسه اكثر من غيرهم صراحه احنا هسه اذا نتكلم بهذا الوصف اللي هو اللي انه نعتبر انه يعني السياسي الكردي مثلا لا لا افق لا 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 دخل على البرلمان بس انا عبالي تريد تناقش يعني قضيه انه اكو قوى سياسيه تريد رئيس وزراء ضعيف اذا كان هناك سياس انا جاي اقول السياسي الكردي المحنك خلينا نستفيد من تجربته احنا ليش ناخذه السياسي الكردي الجيد مثل هي يعني خلينا نستفيد من تجربته انا ما اجي اليوم هو كردي عراقي وسياسي محنك وعنده مثلا علاقه سياسيه واسعه يعني سيد مسعود برزاني كان مسيطر هو على الحكومه انا شنو الضرر انه انا استفيد من تجربته شنو وحسن الجرفان برزاني ايضا ليش انا قصدي جاي ابني ابني على الايجابيات ما ابني على السلبيات بالضبط هذا واحد ادري هم حتى هذا النموذج الكردي الناجح في اقليم كردستان والله جبتوه دكتاتوريه وجبتوه خونه انفصاليين لا بالعكس اشكال انواع الوصفات بس رادوا استفتاء لا استاذ العزيز احنا عندما نجي نقيم الاداء موضوع ونجي نقيم الوضع السياسي موضوع اخر هو يريد يستقل عندنا دستور احنا يريد ينفصل عندنا دستور بمحددات اما من اجي اقول نموذج الاقليم انا بامكاني اعمم نموذج الاقليم على البلد وبالتالي استفيد من تجربته جزء من العراق وانتم شخصيه رئيس الوزراء لو ما قويه في اقليم كردستان لكان الوضع ازيد من انت قاعد تناقض نفسك بنفسك يا استاذ برهان لا لا انت تقول هنا الكتل السياسيه تختار رئيس وزراء ضعيف في سبيل انه احنا تمرر مصالح مصالحه ومن اقول لك اريد شخصيه قويه تقول لي لا ما يصير شخصيه قويه زين ليش بكردستان رئيس الوزراء قوي فارض وجوده على كل الاحزاب والكتل اي مو هذا الحكي ترى هم ينطبق عليكم يعني انتم سايرون وفتح عفوا سايرون وفتح جابت رئيس وزراء مو من كتله كبرى مستقل حتى براحته حتى براحتكم مو اجى بتوافق الكل ليس فقط يعني مرحلة بتوافق نصر مستقل على عادل عبد المهدي حتى يصير رئيس وزراء نعم نقبل لا 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 ما يخاف ما يخاف لا لا عشان صوتنا عليه احنا قبلنا عليه كرئيس وزراء قابلين عليه قابلين عليه بس هو معناته انا يبقى اداء بهذا الشكل لا والدليل هسه الان احنا عندنا ائتلاف النصر عنده حوارات كثيره وتقييم لاداء الحكومه خلال السته اشهر سبعه اشهر الماضيه اجى صوب ووضع النقاط على الحروف خلينا معناته انا رئيس وزراء خلال هاي الفترة شنو البرنامج الحكومي وكتبنا كل لجنة بلجنتها فلهذا الآن تشوف حتى التحالفات بدأت خلنا نشرب مية بس تحلقنا دكتور خلنا نشرب مية والله سوا قاعد لك نشرب مية نشربه وألف عافية اشرب أستاذ أنا قصدي نعمم النموذج الكردي
اللي الان جيد هو جيد فعلا, إيه فعلا. في بناء الاقليمه سالم, ما له شغله بقضايا سياسيه, عده اختلاف سياسي فيما بينك, ما له شغله, لكن كاداء لتقديم خدمات ولبناء اقليم اجيب اعمم هذا النموذج على البلد. النموذج هنا شو المشكله وين؟ يعني انا هسه ابقاني احكي الاكراد يريدون ينفصلون, الاكراد اخذوا الميزه صح ما خالف, هذا رايي بيهم, لكن كاداء خل انقل تجربه الاداء من عندهم اي وبالتالي راح استفيد. احنا اليوم كل السلبيات استاذ حسن, ترى انت تجي تقارن هسه ثاني بالموصل, اذا تقارن دوائر مؤسسات الدوله العراقيه مع مؤسسات الاقليم ارض والسماوات فرق طبعا. احنا ما عندنا, احنا بالعراق هسه حاليا ترى انهوا مؤسسات الدوله, يعني موظف الطلب يكتب مباشره للوزير, واحنا النواب تلينا هذا الشيء يوميا, احنا الوزير بزع من عندنا مؤسسات الدوله الحقيقيه اللي نبني بينها الدوله بالعراق يوم عن يوم دا تضعف. بسبب شنو؟ بسبب الاحزاب والمحاصصات اللي موجوده, التدخلات الموجوده. مدير عام عنده خبره 30 40 سنه, جبنا ثاني واحد شاب عمره 30 سنه بعد صار له شهاده يومين ثلاثه, جبناه قبل خلناه مدير عام على المؤسسه, دمر المؤسسه بالكامل. هذا اللي دا يصير, العراق ما يتقدم. احنا لازم نرجع نحاسب نفسنا مثل ما تفضل استاذ حسن انه نجيب, لا بس انا يعني حسمولي من يتحمل مسؤوليه تباطؤ رئيس الوزراء في تنفيذ برنامج الحكومه؟ والله انا كنظرتي الشخصيه غير, انا ارجع واقول نحن الكتل السياسيه نتحمل الايجابيات والسلبيات, لان الحكومه العراقيه بشخص دوله رئيس مجلس الوزراء والساده الوزراء هم من مرشحين من قبل الكتل السياسيه التي فازت بالانتخابات من 2003. طبعا بالمناسبه شكل النظام السياسي يؤكد صحه ما يقول استاذ شرف, يعني نظامك برلماني وبالتالي الحكومه تطلع من رحم البرلمان, اذا الحكومه ضعيفه البرلمان قابل. لا دكتور, جيب لي وزير مستقل. هذا نظام السياسي دكتور, جيب لي وزير مستقل, جيب لي رئيس هيئه مستقل, جيب لي مدير عام مستقل, جيب لي موظف مستقل. حتى القضيه الدستوريه, انت لو ماشي على الدستور والقانون وتعفي العراق من حاله التوافقات, ترى كان وضع البلد مو بهالطريقه, صح لو مو صح؟ البلد بالكامل قائم على التوافقات. هو التوافق السلبي دكتور, هو شنو مشكلتنا؟ اذا يصير عندنا توافق سلبي فتنتظر اذا يسمح للاستاذ حسين. احنا بصراحه نتكلم بوضوح حتى والجمهور ايضا يعرف, دولتنا بنيت على اساس عشوائي, اساسها رمل, بنيت على المحاصصه, بنيت على العلاقات الشخصيه, بنيت على العلاقات الحزبيه, ماكو مبدا الرجل المناسب في المكان المناسب. أنا هذا عبقري وصاحب خبرة ورجل مهني, بس هذا لين حزبي من جماعتي أجيب, وأجيب الوزير أفره على أربع وزارات وكأنه هو, بس هو مو عالم, ماكو غيره بالعراق. هذا العراق اللي هو منجم للعلماء والمفكرين والقادة آلاف شهادات المزورة زي المناصب, نعم. مو هاي والله قاعدين ببيوتهم, فهذا كل نتيجة قاعدين ببيوتهم, هذا ماكو كفاءات دكتور تشارك في بالنهوض. خل أكمل لك الفكرة دكتور, مجال الكفاءات مو ماكو إذا يسمح الأستاذ. صدقني هو هاي نتيجة أي حرب, الاحتلال هو أساس دمار البلد, ولهذا أي دولة هسه تحتل يراد لها فترة, وإحنا هسه حاليا هذا كل كلامنا مجرد نناقش حالة, لكن نعود نعالج الحالة مستحيل هسه تعالج, غير لك أيام وسنين وأجيال تجي يلا يتغير وضع البلد ويرجع إلى وضع الطبيعي. طالما هاي الشخوص الحالية موجودة هي متحكمة بالبلد, مستحيل أنه يرجع البلد إلى وضع يعني أنا أقول لك, أنا حتى سيد عبد المهدي يحقق برنامج الحكومي, يعني معنى أغير كتل سياسية حتى أغير منهجية إدارة الدولة من يعني توافقية إلى مثل ما ذكروا الأخوان, يعني لا زالت المدير العام إلا بتوافق, والمدير العام لازم هذا الحصتي وهي حصتك على مستوى مجالس المحافظات نفس العملية ومجالس مجالس وأعقد أصل المشكلة الأخيرة في محافظة يعني بينا وعدنا يعني واختيار المحافظ. واحد من أهم المشاكل اللي إحنا مرينا بها خلال هذه الفترة الماضية من تشكيل أول حكومة ب 2006 لغاية 2018, ما اجانا رئيس وزراء حقيقه جاب اسماء مباشره وقدمها الى مجلس النواب وخلى مجلس النواب لا يصوت, ما اجي, ما جاب يعني على الدرجات الخاصه مثلا على سبيل المثال اسعوف من الوزراء كانما تكون حاله توافقيه بين الكتل يمضون بهذا الاتجاه, لكن حتى من يبني دوله عميقه ما جاب اسماء وقدمها الى مجلس النواب بالدورات السابقه وقال لهم صوتوا.
حتى اذا ما صوتوا ويطلع هو من عتها بعد يقول انا جبت اسماء وبعد هم ما صوتوا ورادوا محاصصات. احنا الان جاي نحكي ونقول الكتل السياسيه، واحنا مشكله احنا عندنا رئيس وزراء للاسف الشديد هو يعني رجل سياسي سبق وان شارك، والاستاذ مساع يعني اعترض على انه ما عنده ثقافه الاستقاله، لا بالعكس هو اول رجل لا عنده لا مو على شخصه ثقافه الاستقاله لا مو على شخصه عنده الهوى للامام بشكل عام بشكل عام لا هو رجل 24 ساعه استقاله الجيش لا شو الفائده انت سبعه اشهر الثقافه العامه تريد ترضي الكتل السياسيه في 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 اكمال كابينتك والشعب ده ينظر لك. انا اليوم اجي احاسب رئيس الوزراء على المنهاج الحكومي، ما اجي احاسب سائرون او الفتح او الكردستاني او احاسب جهه. انا عندي يمكن بس دقيقتين. هل البرنامج الحكومي قابل للتطبيق لاربع سنوات مقبله؟ والله باختصار جدا انا باختصار جدا اللي اليوم احنا قاعدين وشفنا خلال ايام معدوده جدا دور رئيس الوزراء عنده امكانيه وصلاحيه كامل انه فتح المنطقه الخضراء وفتح المناطق كثيره في داخل بغداد. لوكو هناك دعم من كتل سياسية اللي هي جابت دولة رئيس الوزراء والوزراء ويدعموه ويتركون المحاصصة ويبدأون نبدأ من جديد يا باي 16 سنة عفى الله عما سلف نبدأ جديد. وهالميزانية الانفجارية للعراق نعم راح يكون هناك شيء ملموس في المواطن العراقي. طيب أستاذ سعران عيد ما أجا كلام الأستاذ شروان، لو كانت هناك إرادة حقيقية للسيد رئيس الوزراء والأخوان رأس الكتل والسياسيين الموجودين حاليا بالساحة العراقية أكيد راح ينجح البرنامج الحكومي خلال هاي الأربع سنوات. بس نغادر مسألة المحاصصة وفي كل الدرجات ليس فقط في الوزارات، العراق قبل خلي أن يكون هو هدفنا هو العراق أولا وأخيرا أول وآخرا راح ننجح قبل مصالح الحزبية. أنا أعتقد السيد رئيس الوزراء إذا أنجز من منهاج الحكومة 20% أنا أعتبر هو عبر إلى الضفة الأخرى وخلانا على السكة الحقيقية، وهذا يأتي من تعاون الكتل السياسي الأخرى. شكرا أستاذ حسن، وشكرا للأستاذ سعران، وشكرا للأستاذ شيروان، والشكر موصول لكم. أولا وأخيرا مشاهدي الكرام، سيحين المنتصف بعد قليل، نودعكم على أمل أن نلتقي في لقاء وحوار آخر. كل عام وأنتم بخير، رمضان مبارك وتصبحون على ألف خير.